تطبيقا للبرنامج الوطني المستار من طرف الجامعة الملكية المغربية للتنكسودو، نتواجد اليوم من في مركز المسبحيات المحمدية من أجل انتقاء الفريق الوطني للشبان والشابات استعدادا للبطولات الوطنية والدولية المقبلة، وخاصة بطولة إفريقيا التي ستقام بمدينة العيون شهر نوفمبر المقبل، وكذا بطولة العالم التي ستقام في شهر دجنبر المقبل بالعاصمة سيول كوريا، وما ننسوش بأن عندنا بطولة الأبطال التي ستقام نهار 21-22 بمدينة إبسليمان. إذن التواجد ديالنا اليوم من أجل انتقاء وفرز واختيار أجود العناصر الوطنية للشبان والشابات في رياضة التنكسودو. بون، انا هضر ان بو على لو كوتي تكنيك. كما تعرفوا لا كومبيتيسيون او لو كومبا، المباراه في التنكسودو يعني فيها واحد القوه وتطلب واحد السرعه وتطلب واحد دي بون تكنيك. لهذا هاد التربصات هادو رانا ندير، هذا التربص الاول، من بعد غادي يكونوا تربصات متتاليه باش كان استحقاقات منها بطولة إفريقيا اللي غادي تكون في نوفمبر 11 و 12 و 13، اللي رانا نوجدوا لهم اليوم باش ان شاء الله نحققوا نتائج على الصعيد الإفريقي، وكاين استحقاقات اخرى دولية. لهذا حنا رانا نركزوا بزاف على لا تكنيك، بزاف على لا تكنيك، لان لا باز ديال لو سبور وديال لا كومبيتيسيون هي لا تكنيك، لونديرونس، لا فيتاس، اي سورتو نبقاو في ليسبري دو لار مارسيال كي لو تونكسودو. تفعيلا للبرنامج الوطني والدولي للجامعه الملكيه المغربيه للتونكسودو، تم اليوم بمركز المسبحيات مدينه المحمديه انتقاء اعضاء المنتخب الوطني للشبان والشابات استعدادا لتفعيل البرنامج الوطني والدولي. وكما كتعرفوا الجامعه في البرنامج ديالها عندها بطوله افريقيه ان شاء الله مقامه بمدينه العيون، وكذلك بطوله المغرب سوف تقام بمدينه بن سليمان. واليوم كيف ما كتشوفوا الاجواء ديال التدريب ديال المنتخب في اطار انتقاء الشابات والشبان استعدادا لتفعيل هذا البرنامج. اليوم احنا مجتمعين هنايا في المعسكر التدريبي صقل المواهب واختيار الفريق الوطني اللي غادي يمثل الفريق الوطني اللي غادي يمثل رياضة التنكسودو في المحافل الدولية، خصوصا في هذه البطولة الإفريقية اللي غادي تكون أيام 22-23-24 في نوفمبر في مدينة العيون، وتظاهرات إفريقية و عالمية أخرى إن شاء الله، وغادي يكون إن شاء الله بطولة الأبطال في مدينة بن سليمان. اليوم جينا إن شاء الله باش نديروا تدريب جماعي لبطولة إفريقيا إن شاء الله، ونتمنى نكون في حسن الظن ديالي وإن شاء الله نجيبوها ونشرف المغرب ديالنا. عيطت لي الجامعة الملكية المغربية للتنكسودو الفريق الوطني للشبان باش نوجدوا البطولة الإفريقية اللي كاينة في نوفمبر 2022 في العيون، وعيطت لي البطولة العالم في كوريا.